هنتكلم في فقرتنا دي عن نوع من الاكتئاب او اختلال مزاج زي ما بيسموه العلماء، بيجي في الشتاء. طبعا مش كل الناس بيصابوا بيه، لكن في كتير قوي بيعرفوا النوع ده من الاكتئاب الموسمي. بيتعكر مزاجهم او تحس انهم زعلانين من غير سبب، او ما لهمش نفس لاي حاجه يعملوها في الحياه، بيتعطلوا عن شغلهم برضو ده يعني من غير سبب مع بدايه كل شتاء عند بعض الناس. زي ما قال الدكاتره في الغالب ما بيصفوش ادويه للنوع ده من اعتلال المزاج، لكن اغلبه بيجي لوحده وبيروح برضو لوحده. لكن خبراء التغذية عندهم أكتر من طريقة وأكتر من وصفة عشان نتخطى النوع ده من الاكتئاب بالأكل وبالمشروبات. هنتعرف أكتر نعمل إيه في الموضوع ده ونكافحه إزاي ونكافح اكتئاب الشتاء اللي بيجي لنا بأكل كتير أو أنواع مضرة من الأكل. هنشوف مع ضيفتنا الدكتورة أميرة سعيد أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بيك. عايزة أطول عشان الناس تستفيد بعلمك إن شاء الله. دكتورة أميرة، عايزة أبدأ معاكي وأسأل، هل فعلا العلاقة كبيرة بين أكلنا ومزاجنا وإزاي؟ طبعا هو فعلا في حاجة اسمها seasonal affective disorder، ده اللي هو بيبقى اختلال المزاج أو الاكتئاب الموسمي، وده بيجي فترات بين تغيير الفصول وأكتريته طبعا في فصل الشتاء، وبعد كده بيبدأ بقى في الربيع، وده لأن الشمس مش موجودة طول الليل قصر النهار، اضطرابات في النوم. فاحنا عندنا اربع انواع من الهرمونات بتسبب او بتعدل المزاج او ليها سبب اختلال المزاج. هرمون السعاده اللي هو هرمون الدوبامين والسيروتونين، وهرمونين تانيين بيساعدوا في تعديل المزاج اللي هو هرمون الاندورفين وهرمون الاكسيتوسين. ايوه. انا شايفه ان احلى حاجه في الشتاء ان احنا بنتدفى جنب بعض. ماما احضنيني، انا سقعان، انا الحب، الدفى، الحضن. فده هرمون الونس زي ما كنا الونس بنقول. الونس فعلا صح. فده هرمون الاكسيتوسين، هرمون الحب، بيطلع من الحضن، من التلامس، من القعده الحلوه، الونس، السمر. فده اكتر حاجه. ايوه. اللي هو دفء العلاقات، دفء يعني العلاقات ايا ما كان، بالظبط، الولاد، الزوج، البيت، الاصدقاء القريبين، بالزبط، الاهل. واحنا لو بنشوفه ما بنعملهوش في بقيه الفصول، يعني فصل الصيف ما نبقاش طايقين حد يقعد جنبنا. فده حاجه حلوه في الشتاء ان احنا نبقى عايزين حد دايما جنبنا، نقعد كده زي بالليل نتدفى تحت البطانيه وناكل. فده من ضمن الحاجات الحلوه اللي بنعملها يعني في الشتاء. يعني احنا بنقول ان نجوم السعاده هم اربع هرمونات موجودين في الدماغ او في كيمياء الدماغ، في لما بيقلوا عن المعدلات الطبيعيه الواحد مزاجه بيتعكر وبيتكدر، بالزبط، وبيبقى مكتئب وخاصه في فصل الشتاء. بالظبط. طيب ما هو زي ما احنا قلنا انه في حاجات ممكن تكون بتعكر المزاج او تقلل افراز الهرمونات دي. أيوة. في حاجات تانية ممكن تساعد على ان احنا نبقى سعداء وتزود صح الهرمونات دي وخصوصا في الشتاء. هل في انواع اكلات معينه ممكن بتعدل المزاج واكلات معينه ممكن تقدر الواحد وتقفله؟ طبعا. اول حاجه ودي احنا بنجهلها تماما وبتقل، الميه، شرب الميه. وتقريبا بنجهلها كلنا في الشتاء، بننساها، مش عطشانين، مش حاسين بالعطش فبننساها. لقوا دراسات كتيره جدا اثبتت ما بين الجفاف او قله الميه وما بين هرمون السيروتونين اللي هو هرمون السعاده. كل ما كان قله الميه في جسمنا او داخلين في الجفاف، كل ما السيروتونين او الهرمون السعاده بيقل، افرازه بيقل. وعلى طبعا العكس، ان كل ما احنا شربنا ميه كل ما زادت الافراز. كل بس ما بالميه تيجي سعاده؟ ميه حلو. لا يعني حاجات كتيره، بس من ضمن الدراسات اللي اثبتت برضو علاقه الميه بالكوجنيتيف فانكشن، التركيز، صحه العقل. ولذلك ارتبطوا برضو الالزهايمر بالناس اللي ما بتشربش ميه كتير. اطفالنا في المدارس بيجوا شكوى الام مثلا، انا ابني ما بيركز. اول سؤال اساله لها، بيشرب ميه ولا ما بيشربش ميه؟ فدي من الحاجات المهمه جدا. قد ايه المفروض يبقى يعني بشرب قد ايه ميه في اليوم؟ بتختلف طبعا من الشخص للاخر، من السن، من العمر. ولكن على الاقل احنا دايما بنقول حوالي 2 ل 3 لتر في اليوم، لو طبعا في الحر بنزيد اكتر. طيب على مدار لسه اليوم لسه بقى ما عرفناش منك سؤال برضو ايمان، الانواع الاكل اللي طبعا في اكلات كتيره جدا بقى بتحفز الهرمونات الاخرى. اول حاجه الاسماك، الاسماك بقى كمان ايه الدهنيه اللي هي الماكريل، السلمون، التونة، دي كلها من الحاجات اللي بتحفز على إفراز السيروتونين. أوميجا 3 بقى، الأوميجا 3 مضادات أكسدة للبشرة كمان. فدي من الحاجات المهمة جدا. خلينا نشرب مية، نشرب ناكل سمك كده نشرب مية. ففي أكلات حط فيها كركم، حاجات كده شوية.
اول حاجه طبعا كمان لازم يكون في دايت بالانس، الدايت هيلسي، يعني ما فيش حاجه اسمها ازود قوي واقلل قوي، فلازم زي ما احنا نقول دايت متوازن، ودايت متوازن فيه كل العناصر، النشويات، البروتينات والدهون. أيوة. من ضمن الحاجات المهمه جدا في تعديل المزاج برضو اللي هو منتجات الالبان، اللبن والزبادي والجبن، البيض هايل، يعني لو احنا يعني تناولنا في الاسبوع 3 أيام مثلا فيهم بيض، لان البيض فيه ماده الكولين. مش بس كده بقى، صفار البيض فيه فيتامين دي. فيتامين دي اللي تتعرض في للشمس. في ناس دايما تقول لك لا ممكن اكل بياض البيض بلاش الصفار. لا، صفار البيض هو الاساس، هو بياض البيض فيه البروتينات بس. صفار البيض فيه كميه الفيتامينز والمعادن اللي احنا محتاجين. بس طيب ما نكترش، عشان مها بتقول لك ان بنخاف فعلا من الصفار، يعني انا بحبه جدا زيادة. فابني لما اكل البياض يرميه عشان ما اكلش الصفار، يعني عشان بيأذي كتره بيأذي. لا، في دراسات كتيره اثبتت ان خلاص ان البيض ملوش تاثير قوي بالكوليسترول، بالعكس يعني بيضه بيضتين في اليوم مثلا، يعني نقول تناولها من 3 أيام لـ4 أيام في الاسبوع. في الاسبوع معقول كويس في كل حاجه يعني. حاجه ثانيه عايزه اسالك عليها دكتوره اميره، الفيتامينات، هل في مثلا نقص في فيتامينات معينه ده بيخلينا مثلا مزاجنا مش حلو او بيأثر على موضوع الاكتئاب ده؟ طبعا سؤالك مهم جدا، لان احنا زي ما قلنا فيتامين دي لو احنا داخلين على فصل الشتاء، وانا عارفه ان انا مزاجي من الناس اللي بيتقلب جدا وبخش بقى في مود الاكتئاب قوي. أيوة. قبل ما اخش في الشتاء اروح اعمل تحاليل، لازم اعمل تحليل فيتامين دي. اولا ان احنا من الشعب ما نتعرضش للشمس جدا، يعني مش بالرغم ان احنا عندنا شمس حلوه وزمان كنا بنقعد نتدفى في الشمس. أيوة. بس دلوقتي حتى لو تعرضنا نحط السان بلوك ونبقى خايفين قوي من التعرض للشمس. ففيتامين دي من الحاجات المهمه جدا اللي لازم اعرف اذا كان عندي نقص فيها، يبقى لازم اعالجها عن طريق السبلمنتس. بس لازم ابقى عارفه بالظبط قد ايه والجرعه قد ايه، لان فيتامين دي ده بيتقال عليه ان هو كمان من الفيتامينات الليثل او القاتله لو بالزبط. انا استخدمته غلط. طبعا طبعا لازم تحت استشاره الطبيب، اي سبلمنتس لازم تحت استشاره الطبيب. طب اي تاني حاجه بقى ايه؟ يبقى التعرض للشمس، احاول على قد ما اقدر بقى اعمل اكتيفيتيز في النهار الصبح. طب قبل ما نقول اكتيفيتيز في النهار او النشاطات اللي نعملها بقى، احنا لايف على فكره واسئلتنا كتير وعلى الفيسبوك وعلى الصفحه بتاعتنا. تمام. طبعا متابعين معاكم واسئلتكم ان شاء الله. في اسئله عايزه ايه هي الاكلات يا دكتوره اللي ممكن الافراط فيها ممكن يساعد ان الواحد يبقى متضايق وقافل ومتقدر وزعلان وزهقان والحاجات دي كلها؟ طب الاكلات والاكتيفيتيز، لان هل الشوكولاته صحيح ليها علاقه الشوكولاته يا دكتوره؟ طيب نبدا طب واحد او الحاجات النشاطات اللي هنعملها زي ما كنت حضرتك بتقولي قبل ما اقول على اللايف، وبعدين ايه النشاطات ان احنا على الاقل يعني نقدر نخرج الصبح. ما خرجناش حاسين ان احنا مش قادرين، نفتح الشباك نقعد في البلكونه ندخل الشمس ونتعرض للشمس. حضرتك قلتي في المقدمه ان احنا لسه ما فوقناش طول ما احنا ما شفناش الشمس. ايوه شفتيها؟ مظبوط. فدي مهمه جدا ان الشمس بتساعد على افراز هرمونات السعاده. فالاكتيفيتيز كلها نحاول نبدرها، نخرج يعني ما خرجناش يبقى نفتح الشباك. أيوة. الاكلات بقى الافراط منها اللي بتقلل المزاج، السكريات البسيطه اللي هي ايه بقى؟ حلويات. الواحد بيعتقد انه لما ياكل حلويات ما هي للاسف انها بتعدل المزاج فتره، بترفع لي الانسولين مره واحده ويحصل هبوط مره واحده، فتقطر تاني تقلل تاني المزاج اكتر. يعني كتر الحلويات بيبوظ المزاج. بالظبط. استبدالها بقى ايه؟ الكربوهيدرات المعقده زي البليله، الشوفان، البطاطا، بالحاجات الجميله يعني. الاكلات المصريه الدافيه اللي في ناكلها في الشتاء. أيوة. فالبطاطا من الحاجات اللي بتعدل المزاج، فيها نشويات معقده فدي هايله. طب الشوكولاته؟ الشوكولاته من الحاجات الهايله برضو اللي فيها بتفرز وبتساعد على ماده الدوبامين، هي والقهوه. فالشوكولاته والقهوه، الكاكاو بنسبه برضو عشان ما ناخدش منها كتير طبعًا. قبل النوم مثلا. طبعا مستحسن اللي هي الشوكولاته اللي بيبقى فيها الدارك، بيبقى اقل سكريات واقل من الغامقه. بالظبط بالظبط. فطبعا الشوكولاته من ضمن الحاجات اللي يعني عشان نقول للناس، الشوكولاته والقهوه والكاكاو الثلاث حاجات دول بس ما نكترش منهم، بيظبطوا المزاج ويظبطوا هرمون الاندروفين.
اللي هو هرمون الدوبامين من نجوم الدوبامين والدوبامين كمان من الحاجات الحلوه انتوا ناسين ليه الترمس والترمس والحاجات والحمص اللي احنا بناخدها ما بتتخنش لكن الترمس بيقولوا بيعمل سعاده. ايوه بالظبط احنا يعني احنا الحمد لله المصريين عندنا الحاجات دي يعني بوفره في متناول الجميع. حمص الشام، الترمس، زي ما احنا قلنا البطاطا، السحلب، بس السحلب اللي هو مش المغشوش يعني اللي هو سحلب كويس لان ده نبات فبرضه السحلب بيعدل المزاج ما بيحسسناش يعني ما نخافش منه مش من نشويات او كده او لبن كتير لا حاجه ممكن قدر صغير قدر قوي. صغير بالظبط ويعرف ازاي يعمل سعاده مغشوش ولا لا لان دي نقطه مهمه كل ما كان السحلب طبعا القيمه الغذائيه او سعره يعني ما نقلش قوي في السعر كل ما كان احسن. ثاني حاجه على النار مش ما فيهوش نشا كتير يعني مش تحسي كلكع معاكي مسك مره واحده وفي لبن ونحليه بعسل ونحط بقى النتس عليه ممكن فتدي مضادات اكسده ممكن كمان لبن قليل الدسم نستخدمه فدي من الحاجات الحلوه جدا. الدكتوره جميل. اميره عايزه اسالك بيقولوا كمان ان البقول بتساهم اكتر من غيرها في رفع هرمون السيروتونين في المخ ده حقيقي؟ هي البقوليات كلها او يعني ارتبط البقوليات عشان البريبيوتكس والبروبيوتكس وقالوا ان دي مهمه جدا كل ما حسننا صحه المعده كل ما حسننا المزاج لان في دراسات كتيره جدا بتثبت دلوقتي علاقه المخ بالمعده. فطبعا البروبيوتكس والبريبيوتكس من ضمنها البقوليات الحاجات المخمره اللي هي زي المخللات مثلا المخللات الاكلات المشهوره جدا في مصر جنبنا لازم المخلل فدي من ضمن الحاجات الكويسه جدا على فكره المخللات بقدر برضو عشان الاملاح ما تبقاش كتيره. لو واحد عنده في ضغط وانا خايفه ان هو ياخد مخللات يعملها حاجه اسمها دي سولتنج. يعني ايه دي سولتنج؟ ينقع المخلل 8 ساعات على الاقل حاجه 8 ساعات فانا كده خدت الملح واديته الحاجه زي الجبنه برضو الحادقه بنحطها في ملح تنزل املاحها شويه اغسلها او اقلل منها الملح خالص وبعد كده ابدا اديها. طب قولي لنا بقى الالوان يعني مهمه قوي الالوان الفلفل الالوان والخضار والحاجات دي اللي بتلعب دور كبير في السعاده كل ما زودت الالوان انا اديت انتي اوكسيدنت اكتر اديت موفره اكتر للمضادات الاكسده. مضادات الاكسده من ضمن الحاجات اللي بتعدل المزاج عن طريق ان انا باكل اكل بالانس الدايت وهيلثي ما بياخدش طاقه مني بيديني طاقه بيخليني عينيا تصحصح. بمناسبه الالوان والخضره السبانخ السبانخ وحضراتكم برضو قلتوا الشبت والجرجير والبقدونس اي حاجه كل الاوراق الخضراء بتساعد على افراز هرمونات السعاده في جسمنا. صحيح هي الست لازم عشان تحافظ على بشرتها حتى وعلى سعادتها وعلى صحتها وعلى حاجات كتير اي حاجه لون اخضر على بقك على طول ما تفكريش كان بقى جرجير كان بقدونس كان خس الأخضر كان أي كل ورق. الالوان بقى بس طبعا كل ما كانت من الطبيعه يعني اخدها زي ما هي كده كل ما كانت احسن كتير. كل ما كانت الحاجه ما تعرضتش للطبيخ او ما فيش معالجات فيها او ما فيش معالجات ما كسرتش الفيتامينز اللي فيها فدي تبقى احسن كتير. حلو. طيب احنا بنقول الحاجات اللي بتساعد على ان انا ما ادخلش في اكتئاب صح؟ طيب لو في ناس زي مثلا ناس بقى بتعاني من الاكتئاب وبتلجأ مثلا لأدوية معينة ايه مفروض البالانس دايت او الدايت اللي زي ما انت قلتي يبقى متوازن كده يبقوا بياكلوه بشكل يومي؟ طيب يبقى اول حاجة نقول ان الوجبة الاساسية بتاعتي او الوجبات الاساسية يبقى فيها الكربوهيدرات والبروتين والنشويات الفاتس اللي هي النشويات والبروتينات والدهون. الدهون لازم اخدها من مصادر كويسة اللي هي الدهون الغير مشبعة دي من الحاجات اللي بتحسن المزاج قوي. اقلل بقى من المقليات والدهون. زي ايه بقى الدهون الكويسة؟ الدهون زي المكسرات، زيت الزيتون، زيت الحار، زي ما احنا قلنا الاسماك بروتينات وفي نفس الوقت فيها انواع من الزيوت او الفاتس الدهون الحلوه. البذور اللب بس ناخد بذور. امل اسامه على صفحتنا بتقول لك فوائد الشيا بذور الشيا. بذور الشيا برده بتعمل سعاده ولا تتغذى؟ كل البذور فيها من الحاجات اللي فيها الدهون الغير مشبعه فدي طبعا بتساعد جدا على افراز الهرمونات. بصي انا في شويه بذور كده انا بحبها وبحترمها في نفس الوقت يعني اللي هي بذر الكتان وبذور الشيا والسبارولينا والحاجات اللي هي ممكن تكون مش مشهورة قوي هي مش غالية وفي نفس الوقت إن هي مفيدة جدا للصحة العامة. طبعا خلينا نقول برضو إن البذور نقرب للناس المعلومة هي اللب. أيوة فاللب الأبيض اللي من غير ملح اللب السوري
يعني بقى ما تجيش بقى عند اللب وتعطلي مش هم دول اللي هيتخنوكي ها مش شويه اللب دول اللي هيتخنوكي حتى الشيا بينزل ساعات الكوليسترول اللب السوري صحيح. الشيا والبذور الحاجات التانيه كلها برضو القليل منها لازم يكون انا حاسباها بسعراتي فانا مفيش مانع ان انا اخد سناكس بكبشه ايدي بقد قبضه الايد قبض قبضه الايد تبقى مشكله فيها من انواع البذور المكسرات الفول السوداني ده بتبقى هايل على مدار اليوم يعني خدها من مرتين لثلاثه تبقى سناكس ما بين الوجبات. طب انا عايز اسالك على حاجه، هل الشهيه بتاعتنا او التمثيل الغذائي لجسمنا عشان نستفيد صح من الاكل اللي بناكله فعلا له علاقه بحركه الشمس انه مع شروق الشمس ومع غروب الاكل لازم نقوم قافلين بقنا؟ دي حاجه اسمها سيركيديان ريزم او الساعه البيولوجيه في جسمنا. ان احنا الصبح بيبقى اكتر فتره لينا الجسم بيحرق فحتى انا لما باكل الصبح ده احسن وجبه ليا هي وجبه الفطار. مش هنقفل بقى بعد الشروق، الناس اللي بتصحى بعد الشروق ممكن تفطر كويس. انا قصدي ان احنا بنبتدي مع شروق الشمس وبنقفل عند غروب الشمس. ده اللي انا قلته بالظبط، ده احسن حاجه. وحتى لما عملوا دراسات عن الصيام المتقطع لقوا ان احسن فترات هي اللي ماشيه مع الساعه البيولوجيه لجسمنا. اقفل بالليل واكل الصبح بالظبط، فدي احسن حاجه حتى بالظبط. طيب دكتوره اميره، يعني اول ما الشمس تغرب نقفل بقنا. دكتوره اميره في وفاء، واحنا زمان كنا كده يعني حتى اهالينا الفلاحين في الارض في كانوا بعد صلاه العشاء خلاص ما فيش حاجه ويبداوا الصبح وصحتهم كويسه وكانوا بياكلوا كويس ما بيتخنوش وكانوا يقولوا تعشى وتمشى وتعشى وتمشى. طيب دكتوره اميره في وفاء بتسال اني على الاكل او الاكلات اللي بيجدد الكولاجين في البشره. ده من اليمن، بنحييها طبعا وفاء واليمن اهل اليمن. طيب الكولاجين اغلبيته من البروتين فكل ما كان اكل بروتينات اكتر كل ما كان في كولاجين، فهو لازم ناكل يعني ونشرب ميه كتير. فيتامين سي بيساعد على تحسين الكولاجين، فيبقى لازم اكل فيه فيتامين سي، بروتينات وفواكه وميه، يعني فواكه وخضروات وميه كتير. طيب من اليمن لليبيا بقى حبيبتنا في ليبيا خديجه بتقول لك يعني الفواكه وعلاقتها برضو بالسعاده والصحه زي التفاح والموز وكده والمكسرات. التفاح والموز والحاجات اللي هي الالياف فيها ماده يعني بيزود حاجه التريبتوفان، والتريبتوفان بعد كده بيزود لي السيروتونين. فهي كل حاجات فيها فيتامين سي، التوت، الفلافونويدز، الحاجات اللي فيها فلافونويدز، الفراوله، كل البري كده والحاجات بالظبط. احنا نلاقي حتى بالظبط احنا نلاقي حتى في موسم الشتاء الفراوله والموز هو احسن وقت ليهم. فطبعا نكتر من الموز، الفراوله، والتوت لو قدرنا. سبحان الله ربنا خلق كل حاجه تتناسب مع الفتره اللي هي فيها، عشان كده لما بناكل حاجه مش في اوانها ما بتاخدش فايدتنا منها ومش هو ده اللي مطلوب. يعني الشتاء عندنا الليمون والتفاح والجوافه، الجوافه دي مصنع فيتامين سي، فيتامين سي، والفيتامين سي مهم جدا برضو في التعديل. طبعا نشكر خديجه من ليبيا، وكمان في وديع يوسف من كندا بتقول ان هي بتتفرج على الحلقه، شكرا ليكي. اسماء الالفي بتقول انا عندي مشكله مع هضم منتجات الالبان وبرتاح على الاجبان نباتيه الدهن بس سمعت ان هي مضره، اعمل ايه؟ بعيد عن منتجات حليب الصويا ويكون حاجه سعرها معقول. حصلت صيحه كده يا دكتوره في الفتره الاخيره، اوعوا تاكلوا جبن ولا البان عشان دي مش كويسه، واللبن ده ما اتخلقش عشان احنا اللي نشربه، عشان ده اللي هو البيبيز بتوع البقره او الجاموسه بس هم اللي بيرضعوا هم اللي بيشربوه لكن مش للبني ادمين. واراء غريبه راحت في حته، يعني غيروا لنا الثوابت اللي احنا متربيين عليها للاسف. ودي كانت هوجه بدون اي دراسه علميه، يعني حقيقيه دي؟ خالص. لأن ناخد قليل من كل حاجه، اللبن ومنتجات الالبان من الحاجات المهمه جدا لجسمنا. يعني اسمحوا لي اقول مقوله بسيطه، احنا اتخلقنا من طين، فكل ما هو جاي من الارض تصاحبنا فناكل منه زي ما احنا عايزين. صحيح. كتير. اي حاجه فيها روح احنا بنتخانق مع بعض، يبقى اكلها بس بمعدل زي ما قلنا في الانترو بالظبط، قد كده لحمه وفراخ والباقي ايه عشان تحافظ على كل بقى ما عمرك الانسان بقى اتدخل وبدا بقى يبدع ابعد عنه خالص، الاقي اي حاجه محطوطه على الرف او الحاجه اتغيرت او اتحفظت بالظبط او اتشوحت او استوت، لا من الارض ده طبعا وتسويه بطريقه يعني رفين. اكل مثلا بروتينات نباتي اكتر منها اكتر من ان اكل بروتينات حيواني. طب بمناسبه البروتين النباتي، وشيف محمود عامل لنا النهارده فول بيقولوا ان هو بيسعد،
يعني البروتين النباتي بيسعد فعلا؟ البروتينات وإيه ميزاته وايه عيوبه؟ احنا قلنا كل الليجيومز او اللي هي البقوليات بتساعد، هي اولا بروتينات نباتيه، وثاني حاجه فيها بتساعد على البكتيريا النافعه في الجسم. بتزود لي البكتيريا النافعه في الجسم، فكل ما كان البكتيريا البروبايوتكس والبريبايوتكس موجودين عندي في بطني او في الجهاز الهضمي، كل ما انا التحسين المزاج عندي بقى احسن ومعدل يعني في الاعتدال. طيب في حد بيسال، ام جود بتقول هل صحيح اكل موزه قبل النوم بيعدل المزاج وبيساعد على النوم؟ يعني هو الموز فيه بوتاسيوم وفي زي ما احنا قلنا بيساعد على ماده السيروتونين ان هو يتفرز، فمفيش مشاكل منه خالص. طبعا بس يعني مش الاساس. هي كوبايه اللبن برضو من الحاجات الحلوه اللي بتساعد على النوم الهادي لانه فيه مغنيسيوم وبوتاسيوم. أيوة. المشروبات الدافيه بكل حاجه اقدر اشربها. كنت هسالك بقى المشروبات او الاعشاب اللي برضو بتساعد على افراز مثلا هرمونات السعاده زي أو ايه؟ اولا عشان يعني اول حاجه البابونينج من الحاجات الهايله اللي بتساعد. البابونينج بتساعد على الهدوء وتعديل المزاج وان انا انام براحتي. ايوه انام حلو. بالرغم ان القهوه قلنا ان القهوه حلوه في تعديل المزاج، بس ابعد عنها بقى قبل النوم بالظبط. هي بيضايه وقهوه الصبح او ايوه بالتنزل. يبقى خليها الصبح. البردقوش من ضمن الحاجات الهايله اللي بتعدل المزاج. الفيسبوك مقلوب باسئله. انا عايزه بس اشوف رانيا كريم بتقول انا بتخن في رمضان لان احنا بناكل بالليل. في ناس تتخن قوي في رمضان وناس تظبط نفسها قوي في رمضان. أيوة. ايه الفرق؟ طيب جسمنا مش واحد، انا غير اي حد تاني. فيعني انا مثلا بتخن في رمضان برضه ليه؟ لان انا جسمي بيحوش، مش عايز يخزن، مش عايز يحرق. انا اتعودت على ان انا اكل على مدار اليوم. ففي ناس في رمضان مش بتحرق. الصيام رانيا معاكي في الكلام ده. رانيا كريم بتقول انا عشان كده بدخن في رمضان عشان باكل بالليل. ما هي طبعا بس يعني خلي بالنا كمان يعني برضو احنا بنزود السعرات الحراريه في رمضان. يعني ممكن برضو هي تاكل حته بسبوسه. طيب. حته كنافه. طيب في حد سالنا نسيره سعاد بتقول هي بتتابعنا من تونس وبتقول ان هي بتاكل من التوتر، يعني دايما لما بيبقى عندها توتر بتاكل كتير جدا. ازاي تقدر تقلل ده او تعمل ايه؟ ده اللي هم اللي بيقولوا دي حاجه مهمه على فكره. ناس كتير كده الايموشنال ايتنج اللي هم. أيوة. بياكلوا اكل عاطفي، زهقان اكل، متوتر اكل، ازعل اكل. فزي ما احنا قلنا كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، اولا نصحى الصبح، نمارس الرياضه، نشرب ميه كتير لان العقل ما بيفرقش انا جعان ولا عطشان، فيروح للاسهل اكل. ابدا بالميه لو حسيت ان انا جعان. الميه انا برشحها كل ساعه كوبايه ميه. تمام. من تونس للجزائر الوطن العربي الدنيا كلها بتتفرج علينا وكندا الحمد لله. معانا بسيمه من الجزائر بتقول لك هل المكسرات تتاكل بالليل بالنهار بس؟ ممنوع ناكلها بالليل؟ لا ليه؟ بس زي ما قلتي داخل النظام السعرات الحراريه المحسوبه. انا خدت ايه طول النهار بالظبط؟ انا ممكن اخد كبشه بالليل على بطاطايه يبقى ده العشاء بتاعي. كبشه كبشه على قد ايدي، مش طبق، مش ربع كيلو، على بطاطايه مثلا. يبقى انا كده عملت عشاء هايل. طب في جواهر من السودان بتقول عايزه وصفه لزياده الوزن بليز. عكس الناس اللي عايزه تخس. ده تاكل كل حاجه احنا ما قلناش عليها. اولا اول حاجه تعمليها تحمدي ربنا. اول حاجه زياده الوزن برضو اهم حاجه الفطار. اللي عايز يفطر، اللي عايز يتغدى يخس ويتخن يفطر، لان بصي مقوله زمان ايه، بطن ابنك هتغضب. بطنك هتقفل. اللي بياكلوا متاخر بطنهم خلاص قفلت، انا عايزه ازود الحرق. فاكل الصبح طول اليوم. لازم ادخل البطه بيصغطوها. فلازم برضو كل 3 ساعات يبقى في وجبه صغيره عشان اوسع المعده. انا معدتي قد كده، عمرها ما هتبقى قد كده في يوم وليله. فلازم اوسع المعده حبه حبه. اخد بقى وجبات فيها سعرات حراريه، يعني مثلا بدل ما اشرب شوربه لسان عصفور بس، شوربه كريمه مع العدس، احط بطاطس واحط لحمه مفرومه تبقى شرب. ده كلام جامد جدا. اكله دسمه. احط بقى المكسرات. نسيتي المفتقه ولا قلتي وانا مش واخده بالي؟ والمفتقه. المفتقه مهمه جدا. والمفتقه من الحاجات المهمه جدا طبعا. الدنيا مقلوبه. عبد اللطيف رشوان من السويد بيحيينا ومن كندا ومن كل العالم العربي كمان. ام ميزو بتقول المحشي بيحارب الاكتئاب. ايوه كده، هو ده الكلام. عايزه تتخن زي صاحبتنا اللي قبل كده. وشروق بتقول الشاي بلبن. شاي بلبن ده تحسي ان مش بينزل في المعده، بينزل في القلب. ايوه بتقولك بيعمل سعاده. بقى هي
بتبسطها يعني الشاي واللبن ده هو بيبسطها. طبعا عايزين نقول لك واحنا كمان بنتبسط معاكي والوقت بيجري بسرعه. بنبقى سعداء بيكي دكتوره اميره سعيد استاذه التغذيه واخصائي التغذيه بالمعهد القومي للتغذيه، ونورتينا وشرفتينا بمعلوماتك القيمه، وشكرا لجمهورنا اللي احنا جاوبنا على اسئلتهم او ما لحقناش نقول اساميهم. نعتذر ليكم جميعا كلكم، بنحبكم جدا من كل العالم. نسيبكم فاصل ونكمل فقرتنا ان شاء الله.